وعلاقة بأندية البطولة الاحترافية الوداد البيضاوي الذي بات يحصد الهزائم على المستويين المحلي والقاري، وبعد الانفصال عن الإسباني فلورو بينيتو الفريق رأى في مصطفى الشهيد رجل المرحلة بمساعدة رشيد الداودي وحسن بن عبيشة في انتظار التعاقد مع مدرب رسمي. وكما جرت العادة في أكثر من مناسبة، تغيير المدرب يصاحبه تغيير في النتائج، وأول فوز للوداد بالبطولة حققه أمس أمام لوسيكا. الروبورتاج لمحمد عبد الرزاق في كاميرا صلاح البدري. هذه الصافرة كانت بمثابة انتهاء فلورو بينيتو من تدريب الوداد البيضاوي. نهاية هذه المباراة أنهت مسار هذا المدرب بعد دورة واحدة فقط من الدوري الوطني. الوداد البيضاوي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث لم يجد اليوم لإنقاذ المرحلة سوى اللجوء للمدرب الوطني، إذ لم يتردد في إسناد مهمة تدريب الفريق لمصطفى شهيد. اختيار الشهيد برره بأنه جاء في الوقت المناسب أملا في ترميم صفوف الوداد. جينا باش نساعدوا هذا الفريق وباش نرجعوا اللاعبين المعنوية ديالهم. اللاعبين هما خصهم عيش شوية تاع ذاك الاهتمام النفسي. أظن بأنه احنا بنينا على تهيئ نفساني، لأنه اللاعبين خص واحد شوية التركيز داخل الملعب. لكن جماهير الوداد تعي بأن فريقها يمر من مرحلة غير جيدة قد تؤثر على مسار الوداد. مصطفى شهيد اعتبر نفسه شهيدا لمرحلة اليوم. ودائما المراحل الصعبة تيجي فيها الشريف، لأنه ما عمرني جيت في المراحل اللي أظن بأنه أنا بالنسبة لي أنا ابن الوداد. أظن بأنه في أي مرحلة أنا دائما تنجي لأنه باش نسدي الخدمات اللي أنه الفريق الوداد أعطاني الشيء الكثير. فريق الوداد اللي رباني، فريق الوداد اللي كوني كلاعب كمدرب، فأنا باقي ما رديش لي حتى واحد شوية من داك الشيء اللي أعطاني فريق الوداد. رحل فلورو بينيتو عن الوداد وجاء مصطفى شهيد لقيادة سفينة الفريق، فهل سيخمد نارا كادت أن تأتي على الأخضر واليابس، أم أن طبول النصر قد تتوقف في دهاليز القلعة الحمراء؟